انا بالنسبه لي انا كره قدم، ان انا اصلا من اسكندريه، وبدات في النادي الاولمبي من وانا عندي 10 سنين، ودرست في النادي الاولمبي لغايه 15 16 سنه، وبعدين مع الفريق الاول في النادي الاولمبي، وبعد كده مع الفريق الاول من 16 سنه لغايه، طبعا احنا عارفين كان النظام في مصر يعني لغايه 21 سنه، وبعد كده يا اما يتقيد في الفريق الاول. فانا المجموعه اللي كانت معايا كان معايا حوالي 5 6 لعيبه من السن بتاعي مع الفريق الاول، بس هو كان الكابتن بوري الله يرحمه قال ان انا هتأيد مع النادي، وبعدين جه قبل التأييد بحوالي اسبوع 10 ايام وقالوا لي انت مش هتأيد. الفكرة اليوم ده كويس قوي في الاكاديميه، لكن دي كانت نقطه تحول في حياتي يعني. طبعا كنت بعيط وكده ان انا خلاص حاسس ان انا مستقبلي راح يعني، لكن اللي حصل ان دي كانت يعني حاجه كويسه حصلت لي، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران وعسى ان تكرهوا شيئا خيرا لكم وعسى ان تحبوا شيئا شرا لكم. فدي كانت نقطه تحول ان انا النادي الاولمبي، طبعا النادي الاولمبي عارفين وضعه ان هو مثلا بيبقى دايما في يعني في المطاف في نص الجدول او في الاخر، واروح اتايد اول سنه فوق السن في نادي الاسماعيلي. كان نادي الاسماعيلي بطل الدوري، علي البيك كان مخطط احمال في النادي الاولمبي، وكان اخوه الله يرحمه الدكتور اسماعيل البيك ماسك الاسماعيلي، فكلمه وقال له ده في لعيب كويس قوي ومشوه، ما اعرفش مشوه ازاي، فاخده. كان بالصدفه يعني بقدر ربنا ان الاسماعيلي عامل معسكر في اسكندريه، فروحت لعبت معاهم ماتش ودي، فقالوا لازم تيجي معانا الاسماعيليه. رحت الاسماعيليه، وبعدين جه انجل ماركوس في السنه اللي هي كان موسم 93 94، كان لما حصل نهائي الدوري ما بين الاهلي والاسماعيلي 4-3، كابتن ايمن شاوي وكابتن محمد رمضان، فايدني ولعبت في نادي الاسماعيلي، ودي كانت البدايه. وبعد كده فضلت في الاسماعيلي سنه، وبعد كده رحت شبين 3 سنين في الدوري الممتاز، وبعد كده المصري مع المصري في خدنا كاس مصر، وبعد كده المصري للاتحاد السكندري، وبعدين رحت اليونان سنه ورجعت من اليونان تاني على الاتحاد، وبعدين رحت اليونان وقبرص، وبعدين بطلت بقى كوره. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة من الملعب.